كي دايرين لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، امور جيده نتمنى وليداتكم. باش ما تمنيت اخوتي اليوم شنقول لكم؟ اليوم بغيت نشارك معكم الحلزون البوبوش ديالنا، نطيبوه في الدار. خرجت للسويقه ولقيناه وشريته، وهانتوما غسلتو مزيان بالملحه، راه بايت من البارحه البنات، راه صايم اليوم، راه ضربت له غسله، هانتوما راه خارج هانتوما. نتمنى هاد الوصفه ديالي تعجبكم. هانتوما راه كندير فيها انا، عندي هنايا شويه الاقامه، شويه البزار، شويه الملحه، شويه السودانيه، شويه الزعتر، شويه ديال الفليو، ورقه ديال الرمان هانتوما، وعندي شويه ديال الزيت. وهانتوما معايا البنات، هدايا البوبوشه ديالنا غسلناها، يلا سلامات. هانتوما خارجه البنات، هانتوما نتمنى تعجبكم. هاد الطريقه راه كتجي غزاله بحال ديال مذاق السنقه، راكم عارفين البلبره جاي وقت البوبوش. نتمنى يعجبكم البنات، وانتم معايا اخوتي. بسم الله، هذا هو البوبوش ديالنا، نديروه في الطنجره. ثم ندير هاد الورقه ديال النعناع، ورقه الرمان، الرمان البنات راه عندي دعم من اول، واخا دابا راه الرمان موجود هانتوما، ولكن هذا ميبساه انا كنديرو مره مره لشعري مع شي وصفات داكشي هانتوما. وهنا عندي خلاص هانتوما الزعتر وفليو وشويه السودانيه ومليحه ومعلقه د البزار. بسم الله، وهنا ندير له شويه د الزيت على حسب الغليه باش ما كيفاتش البنات هانتوما، وغنعمر عليه الماء ونردو على بوطه ما مجهده ما والو باش ما كتفادناش. وهانتوما هذا هو البوبوشه ديالنا، نتمنى تعجبكم تكون خفيفه عليكم، وكنشارك معكم كلشي اخواتي. سمحوا لي الا ما وريتكم شي حاجه ماشي هي هذيك، كنتمنىكم تكتبوا لي تعاليق زوينه. وهانتوما معايا هانتوما البنات، بعد ما وجدت البوبوشه ديالنا هانتوما كي جات ما شهيتكم فيها اخواتي، واحد الريحه، واحد الريحه فيها، واحد المذاق. كنتمناها تنال الاعجاب ديالكم وتكون خفيفه عليكم، وتعطيوني عليها تعليق زوين كي بحالكم، والله يزين ايامكم ويام الجامعه اخوتي. الى فيديو اخر ان شاء الله.